طيب تعال ناخد بقى قصة التوافق بين حساس الصورة والعدسة. حساس الصورة والعدسة، عايز الناس تبص على الرسمة دي كويس جدا. الرسمة دي كلها كده، لو انا عندي اوبجكت صورة اهي، الصورة دي ممكن تبقى شجرة، انسان، اي حد. افترض الصورة دي حرف بي اللي هو الاوبجكت بتاعي، وانا رحت جبت عدسة، العدسة دي زي عدسة العين بيحصل فيها انعكاسات للصورة، ورحت جايب السنسور بتاع حساس العدسة، يبقى في العدسة ليها ابعاد وحساس العدسة ليه ابعاد، يبقى ده الاحمر ده اللي انا عملت عليه، تمام؟ ده الحساس، ده ايه؟ ده الحساس بتاع الصورة، الايمج سنسور او السنسور اللي هو بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، ممكن يبقى مش عارف تلت بوصه، ربع بوصه، 2/3 بوصه، وهكذا. لو انا اختار حساس صوره اقل من العدسه او الفتحه بتاعت العدسه او حساس العدسه، يبقى في حساس صوره وحساس عدسه. لو اخترت العدسه اكبر من حساس الصوره، تمام، هيطلع حرف البي ده، لان انت لو تيجي تعكس كده هيبقى كانك خدت ايه، خدت جزء من البي اهو، مشيت كده، خدت جزء من البي، مشيت كده عكسته، طلع لو هو على قد دي، تمام، هيطلع جزء سوي من كات البي. للصورة. الله يفتح عليك، سوى كتل الصورة، الله يفتح عليك. طب لو انا خدت مش الجزء الاحمر ده بس، خدت ده كله وقلت عليه هو ده مين؟ حساس الصورة. يبقى لما يزيد حساس الصورة بالبلدي كده يبقى افضل، والشرط بتاعي لازم يبقى حساس الصورة اكبر من العدس او حساس العدس. هو ده اللي عايز اقوله من الصبح. تاني، لازم يبقى حساس الصورة اللي هو الايمج سنسور اكبر من حساس العدسة او من العدسة نفسها. تمام. طب ممكن يكونوا متساوي يا دكتور ولا افضل يكون ممكن اكبر؟ يكون متساوية، بس افضل يكون اكبر منه عشان يدي لك، شايف البي دي، انت بتاخد الفريم كله بتبقى البي ظاهره، اما لو جيت على قدها بالظبط هتيجي الحافه دي نفسها ممكن تيجي كده ايه، مقطوعه كده على اخر الحافه، فاهمني؟ فانت بتاخد فريم بعديها بشويه عشان يدي لك الصوره كامله. يبقى بالبلدي كده من الاخر، ضحى قشطه اهي، عشان نمسي لما يكون حساس الصوره اللي هو الايمج سنسور لازم يبقى اكبر من العدسه. خلاص كده الحته اللي هقولها ونمشي. في ناس كتيره جدا بتعرف حاجه بيسموها الفوكال لينس. فوكال، احفظ الكلمه دي اهي، الفوكال لينس. فوكال لينس معناها البعد البؤري. لما الجسم ده اللي هو حرف البي جي هنا جوه العدسه وتجمع عند النقطه دي، المسافه من النقطه دي لحد حساس الصوره بنسميها البعد البؤري. طيب دي بتفرق معايا فين؟ عشان الناس كلها بتتلخبط في الحته دي يا شباب، كله بيخطأ في هذا الموضوع. لما نيجي نروح للمواصفه بتاعت نفتح الوورد اللي احنا كنا فيه، هنلاقي اللينز. احنا قلنا لازم حساس الصوره يبقى اكبر من العدسه، يبقى العدسه كل ما يكون العدسه اصغر هتديني صوره احسن ولا هتديني صوره ممطوطه ومعمول لها ستريتش اكتر؟ الكلام ده هيظهر من الرسمه دي. بص كده، لو انا عندي عدسه 4 مللي، الناس اللي بتشتغل في التصوير بيسموها وايد انجل، يعني ايه؟ يعني صوره واسعه. ال 4 مللي ده رقم صغير، هي جايبه صوره كبيره. انت لما بتجيب الصوره واسعه ما بتشوفش كل التفاصيل، صح؟ بتشوف المنظر كله بس ما داخلش في تفاصيل حته من المنظر. طيب خلي بالك، انا هنا هقل باللين، يعني العدسه هتقل، العدسه الفتحه بتاعتها هتديني مسافه اضيق، بس الرقم بتاعها زاد اهو. ال 4 بقيت كام؟ 8 مللي. يبقى 8. بعد كده في الاحمر ده هتبقى 12 مللي. شايف ال 12 مللي؟ ال 12 مللي شايف الحته الصغيره دي بس اهو، انا شايف هنا بس شايف بتركيز. لما زي الفوكس يا دكتور في الكاميرات، هو الفوكس الله يفتح عليك. ما هو الفوكس ده مين اللي بيعمله؟ حتى لو انت عندك عدسه بتاعت كاميرا التصوير، مش انت اللي بتحرك العدسه؟ هو مظبوط، هذا الفوكال لينس، يعني اتحكم في الفوكال لينس. بس الناس متخيله الفوكال لينس للعدسه نفسها. الفوكال لينس هو البعد بين جيس سنتر بتاع العدسه وبين حساس صوره، حساس الصوره ده جوه الكاميرا. خلي بالك التعريف مهم، الفوكال لينس اسمه بالعربي البعد البؤري، هو عباره عن المسافه دي بين سنتر العدسه وبين حساس الصوره الايمج سنس. هو ده اللي عايزك تفهمه اهو، بيسموه الفوكال لينس البعد البؤري. يعني التحكم يا دكتور في الفوكال لينس هو اللي يتحكم في الفوكس حق الصوره. صح، هو ده المسافه، وهو اللي بيحدد لك الانجل. هي دلوقتي الاحمر ده مش الانجل بتاعتها صغيره، وبعد كده الازرق الانجل بتاعتها زادت، الاخضر الانجل بتاعتها، يعني انت شفت مشهد اكبر في حاله الاخضر. يبقى العدسه لما يقل الملي بتاعها تدي لك زاويه اوسع في انجل، لما يقل الملي، احفظ، لما يقل الملي تدي لك زاويه اوسع، لما يزيد الملي تدي لك زاويه اضيق، بس الزاويه الاضيق دي بتدي لك تفاصيل اكتر، فبتحصل كانك بتعمل زومنج. قوه العدسه فين؟ ما في كاميرات يا باشمهندس تعمل بيها زومنج على حاجه بعيده، انت بتعمل الزوم ما بيطلعش الريزوليوشن كويس، بيبوظ الريزوليوشن، فاهمني؟ قوه العدسه في ان انت لو قربت من مكان، يعني انت بتصور جسم بعيد وعملت زومنج المفروض تفضل بنفس القوه، هي دي المشكله، لان انت بتقلل او بتلعب هنا في الفوكال لينس البعد البؤري. دي النقطه اللي محدش فاهمها. العدسه لما يكون انا عندي هنا قريب وعامل فوكس، هوري لك شكل اهو، خلينا نشوف الشكل ده، خلينا نشوف الشكل بتاع البعد البؤري.
الفقري. بص كده دي صوره ابعادها 49 × 35. العدسه اللي بتصور الكلام ده 3.8 ملي. شايف السياره بعيده وانا شايف كل الزرع اللي هو على اليمين وعلى اليسار والشجره دي وزي الفل. لو انا زودت الام، خلي بالك زودت الام يعني ايه؟ يعني خدت فريم اقل، الفريم ده كان 49 × 35، كاني عملت زومنج، قربت يا سيدي من العربيه، فبالتالي انا رحت لطول وعرض اصغر. بس الكلام ده عملته بايه؟ بعدسه 6 مللي، يعني هنا اللينس بتاع العدسه زاد. طب وبعدين رحت رايح جايب 8 مللي، قربت من العربيه اكتر من السياره. لو رحت جبت عدسه 15 مللي، انا مش شايف غير السياره، انا كان في شجره هنا على اليمين اختفت، كان في حاجات هنا وزرع مش عارف اللي اخرها الحته دي اختفت. طب لو رحت جبت عدسه 55 مللي، بص في حته من السياره اختفت. فهمنا يا شباب قصه العدسه دي؟ دي حاجه مهمه جدا. أيوه. حاجه مهمه زي الكاميرات الدكتور اللي مع الصحفيين الطويله هذه، الكاميرات الطويله اهي زي العدسه دي. شفت انت العدسه دي اللي هي كانها بتركب على الكاميرا بتاعت التصوير، انت بتلف في دي، شايف البكره دي بتلفها بتطلعها لقدام وتطلعها لورا. حلو. لان هنبدا ناخد دلوقتي في عدسات كمان، العدسات نفسها ليها انواع، في حاجه بيسموها فيكسد فوكال لينز اللي هي عدسه البعد البؤر الثابت، وفي فاريبل فوكال لينز اللي انت تقدر تلفها، وفي موتورايزد تغيرها بموتور، في حاجات يدويه.